البريكس من أهم الكومبوننتس في أي نوع من قطارات السكك الحديد، ووظيفتها بشكل عام تقليل طاقة حركة القطارات عن طريق نوع من أنواع المقاومة، على سبيل المثال الاحتكاك. والبريكس أنواع كتير، ولكن بشكل عام نقدر نقسمها لتو كاتيجوريز، الأدهيشن ديبندنت والأدهيشن اندبندنت. الأدهيشن بريكنج، البريكنج فورس بيكون ليميتد بالماكسيمم فورس بين القضيب والقطار، وده نتيجة لأن كل ما سرعة القطار بتزيد الأدهيشن كوفيشن بيقل. علشان كده النون أدهيشن بريكنج أبروتشز زي الإيدي كارنت والإلكترو والإيرو بيكونوا أنسب، علشان يبقى فيه effective breaking at high speed. نتكلم عن الالكترو دايناميك بريكنج سيستم. النظام ده اللي بنستخدمه في الالكتريك ترينز وفي الترام، واللي يميز النوع ده عن الانواع التانيه ان هو بيقلل الوير الناتج عن الفريكشن اللي شغال بالكهرباء. فكره عمله ان يعكس اتجاه الالكتريك موتور اللي بيشغل القطر عشان يتحول لالكتريك جنريتور اللي بدوره هياخد المومنتم بتاعه الترين يحولها للكهرباء. ومن هنا عندي طريقتين للتصرف في الالكتريك انرجي. اول نوع هو الريوستاتيك بريكنج، بيتكون من ريزيستور بتكمبارل مع الموتور او الجنريتور. اول ما تاخد سيجنال ودايره الريزيستور تتقفل، المقاومه هتحول لي الالكتريك انرجي اللي راجعه من الجنريتور لهيت انرجي، يحصل لها ديسيبيشن مع الاتموسفير. بس هنا لازم نتاكد ان دايره التراكشن مش شغاله مع دايره الريوستات، علشان في الحاله دي هيحصل اوفر هيتنج وبالتالي يحصل بيرن اوت. النوع الثاني هو الريجنريتيف بريكنج، هنا بناخد الكهرباء اللي طالعه من الجنريتور نرجعها تاني على السبلاي لاين نستخدمها لتشغيل قطارات ثانيه، فالنوع ده احسن لانه بيعمل لي انرجي سيفنج. هو من انواع البريكس الهيدروديناميك، وفكره عمله ان لما بضغط فرامل بيبعت سيجنال للكنترول يونت انه يضغط الزيت ويدخله بين الروتر والستاتور، ومع الضغط والدوران بيحصل فيسكاس تورك معاكس لحركه العجله فبيوقف، والزيت بيمتص طاقه الحركه الحراره فلازم اعمله تبريد، وده شكله كثري دي. ومن اشهر مميزات استخدامه ان بقلل فرص السوليد سوليد كونتاكت، وان اغير الفلويد اسهل بكتير ان اغير سوليد بسبب التاكل اللي بيحصل له. بس من اشهر عيوبها ان كميه الحراره اللي المفروض اطردها كبيره، فما بقدرش الاقي نظام تبريد مناسب ليها، وان حجمها كبير وسعرها بيبقى غالي جدا. والنوع ده من الفرامل بيبقى فعال جدا مع السرعات العاليه، بس مشكلته مع السرعات القليله مش بيبقى افكتيف خالص، عشان كده لازم استخدم نوع تاني معاه من البريكس عشان اوقفه خالص. دلوقتي هنتكلم على اللينير ايدي كارنت بريك. ايدي كارنت بريك له اسباب كتيره زي اندكشن بريك، الكتريك بريك، الكتريك ريتاردر. هو الهدف منه يبطئ او يوقف الحركه عن طريق تحويل الكاينتيك انرجي لهيت انرجي. الايدي كارنت بريك في منه شكلين، لينير ايدي كارنت بريك وده اللي بنتكلم عنه، والماده الموصله بتاعته لازم تكون ستريت ريل. الشكل الثاني هو السيركولار او الديسك. اللينير ايدي كارنت بريك كومبوننتس بتكون البولز الكتريك كويلز والشو اللي بتكون على بعد 7 ملم عن الريل، عشان الايدي كارنت بريك لازم ما يكونش في ما بينه وبين الريلز اي ميكانيكال كونتاكت او وير او نويز. ومش بنستخدم الايدي كارنت بريك عند السرعات القليله، بنستخدمه عند الامرجنسي بريكنج. نتكلم عن الروتيتنج ايدي كارنت بريكس. المكونات الاساسيه بتاعته عباره عن ميتاليك ديسك بيكون مصنوع من الالومنيوم او الكبر، ومجموعه من الالكترو ماجنتس بيكونوا متثبتين في هاوسنج، ودول بيكونوا ثابتين مش بيدوروا مع محور دوران. طريقه العمل بتاعته، اثناء دوران الميتاليك ديسك ده بيقطع الماجنتيك فيلدز بتاعه الالكترو ماجنتس، وهينشا عن كده ايدي كارنتس على الميتاليك ديسك اللي هي اللي باللون الاحمر، وهينشا عن الايدي كارنتس دي كاونتر الالكترو ماجنتيك فيلدز اللي هي باللون الازرق، ودي هتعمل دراج فورس على الديسك وتوقفه، وفي الاخر الكينيتيك انرجي بتاعه الميتاليك ديسك هتتحول لثيرمال انرجي في الديسك. الميثود اوف اكسايتيشن، بنستخدم الالكترو ماجنت للهاي سبيد ترينز والبوليت ترينز، وبنستخدم البيرمننت ماجنت للترام. طيب انا هتكلم دلوقتي عن الايروديناميك بريكس. فكره عمل الايروديناميك بريكس باختصار ان هي بتبقى عباره عن بانلز بتبقى ماونتد على الروف بتاع القطر، بعض الاحيان بتبقى في اللجنات. طيب وظيفه البانلز دي ايه؟ ان هي بتزود عندي دراج فورس على جسم القطر بحيث ان هي توقف القطر او على الاقل تقلل سرعته، وتساعد مع الانواع الاخرى من البريكس. بزود البريشر دراج ده، فبزوده ازاي؟ طيب بالنسبه للقانون، هو الدراج فورس دي بتبقى علاقتها طرديه مع مربع السرعه، فكل ما زادت السرعه الدراج فورس دي بتزيد عندي اكسبوننشال. من ضمن طرق زياده برضو الدراج البانل جيومتري او ابعاد البانل دي، طبعا انا محكوم بابعاد معينه ان هو ما زادش عن عرض القطر وارتفاعات معينه بالنسبه للانفاق وكده، فالبانل جيومتري دي ما بيبقاش فيها حريه الديزاينر. البيسك بتوين بانلز ان انا بسيب مسافه قد ايه بعد كل بانل والثانيه عشان ما ازودش الفورتيسيز اللي بتحصل بعد البانل وكده. نمبر اوف بانلز برضو، انا بحط كام بانل بالنسبه للعربيه الواحده او بالنسبه للقطر ككل. السلام عليكم. ان شاء الله هتكلم عن الديسك بريك. ده نوع من انواع الفرامل، وغالبا بتستخدم في عربيات الركاب، بتستخدم في القطارات اللي سرعتها عاليه من 160 كم في الساعه فما فوق. الديسك بريك بتثبت على الاكس، وممكن اثبت كذا ديسك على حسب الابلكيشن اللي عندي. ميزه النوع ده ان قوه التوقف بتاعتها عاليه، وبعرف اتحكم واعمل كنترول عليها بدقه. بتتكون من ايه وايه فكره العمل؟ اول جزء فيها اللي هو البريك سلندر، ثاني جزء هو الكاليبر والبريك باد، ثالث جزء هو الديسك او الروتر. بتشتغل ازاي؟ عند ضغط على الفرامل هيتولد ضغط داخل السلندر، هيتحرك البيستون لبره، هيتحرك الكاليبر حوالين البيفوت، ويضغط التيل على الديسك هيولد الاحتكاك، هيتحول الكاينيتيك انرجي الى هيت انرجي. الديسك ده مصمم بالشكل ده، بيحتوي على ريبس، وده بتعلي الهيت ترانسفير وبتقلل الحراره المتولده بسبب الاحتكاك. تاني من انواع فرامل القطارات وهي الماجنتيك تراك بريك. اول حاجه الماجنتيك تراك بريك بيعتمد على قوى مغناطيسيه كبيره لتحقيق الغرض المطلوب عن طريق الاحتكاك بين الشو والريل، وبالتالي هي فريكشن بريكس. ببساطه بتعتمد على معامل الاحتكاك، وبتصنف انها نظام فرامل تكميلي او مساعده تستخدم في حاله الطوارئ.
بتتكون في الأساس من كويل معدني ويوك أو حامل بمساعدة قضبان القطر اللي هم الريلز. نظرية عملها البسيطة هي أن التيار الكهربي اللي هيمر في الملف المغناطيسي بيتولد مجال مغناطيسي بيشد الريل، وبالتالي بيتم دفع الشحنة ناحية الريل، وفي العادة بيكون في اتنين على جانبي البوجيه بيكونوا موجودين ما بين عجلات القطر. سطح الفرامل عادة بيكون من الستيل ألوي أو الكاست أيرون، وبيكون عبارة عن قطعات جنب بعض وبينهم فراغات، وبيثبت على سليدج اللي هو الجزء الملامس للريل أثناء الاحتكاك. نتكلم عن جزء تريد بريكس. ايه هي التريد بريكس؟ التريد بريكس هي عباره عن بريكس بتشتغل عن طريق الفريكشن اللي بيحدث بين البريك شو والحاجه اللي انا عايز اوقفها، زي مثلا اطارات العربيه او القطره. فكره عمل التريد بريكس اني بولد ضغط معين عن طريق هيدروليك بريشر او اير بريشر مثلا في البيستون عشان ياثر لي بفرص معينه عشان اوقف الحاجه اللي انا عايز اوقفها. ودي صوره بتوضح لي فكره عمل التريد بريكس. بستخدم التريد بريكس اما كنظام فورمولا لوحدها او ممكن نستخدمها مع انظمه اخرى زي مثلا الديسك بريكس والالكترو دايناميك بريكس. السلام عليكم، هتكلم معاكم على كومباين بريكنج سيستم. ده بيكون منتشر اكتر في المستكلات والدرجات الناريه. بيشتغل ازاي؟ بيكون عندي لما ادوس على الفرامل بتنقل الفورس او البريشر ديت على الانفيل لوكلايزر، بيبدا يوزع البريشر والفورس على العجلتين بحيث ان العجلتين يفرملوا مع بعض. ده طريقه عمله. المميزات اللي فيه، اول حاجه البريكنج ديستنس. لو عندي مثلا عجلتين او درجتين ماشيين بنفس السرعه 50 كيلومتر بالاور، هتلاقي ان الدرجه اللي فيها كومباين بريكنج سيستم بتاخد مسافه اقل في الفرامل، فده بيديني امان اكتر للسواق. ثاني حاجه عندنا من المميزات اللي هي استابيلتي وايل بريكنج. هو بيكون عندي لو عندي مثلا دراجه عاديه بالفرامل العاديه ماشيه بسرعه وحصل قدامها حاجه، فمضطر ان ادوس فرامل مره واحده، فيا اما ادوس على الفرامل اللي ورا او اللي قدام، وفي الحالتين السواق مش عارف يتحكم في الدراجه بتاعته وممكن يتقلب.